وإلى محافظة إب، حيث شنت ميليشيا الحوثيين الإرهابية حملة اختطافات بعد انتشار شعارات على الجدران مناوئة لها في مركز المحافظة. مصادر محلية أفادت ليام الشباب بظهور عشرات الشعارات المناهضة للميليشيا في عدد من شوارع العدين ومنطقة جرافة تدعو الحوثيين للرحيل. وقالت المصادر إن الميليشيا نفذت حملة اختطافات طالت غير الموالين لها، كما منعت التجوال بعد منتصف ليل الاثنين والثلاثاء الماضي، واختطفت المخالفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كانت العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار قد شهدت حملات اختطافات بعد ظهور شعارات مناوئة للميليشيا تطالب برحيلها وتنتقد ممارساتها العنصرية وسياسة النهب والتجويع والإفقار المنظم ضد السكان في مناطق سيطرتها. الصحفي أحمد هزاع ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع أكثر. إذن سيد أحمد، رغم القبضة الأمنية التي تحكمها ميليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها، إلا أنه يعني نرى ظهور شعارات مكتوبة يعني تنبئ عن احتجاج من قبل هؤلاء المواطنين، كيف ترى هذا الموضوع؟ ما يحدث في محافظة إب هو المحافظة المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي دليل أن هذه الميليشيات لا يتلاحظ نشاطها، وبناء الكبير سينتظر هذه الميليشيات. نحن نعتقد الآن أن هناك شعارات في معظم المحافظات المحتلة، قد تكون قرارة الثورة وقد تكون استفاضة باستمارات الميليشيات رغم القبضة الأمنية رغم نحن نعتقد أنه بعد أن وجد الحوثي سيد أحمد، نحن نواجه مشكلة في الاتصال، إذا كان بالإمكان أن تكون يعني في منطقة تكون فيها التغطية أفضل. ألو؟ نعم. تمام. نحن نستطيع سماعك لكن الصوت متقطع قليلا، نتمنى يعني أن تكون في منطقة تكون فيها التغطية أفضل لكي نسمعك يعني بشكل أوضح. على العموم تحدثنا عن ممارسة بخصوص أبناء نعم سيد أحمد، نحن ما زلنا نواجه نفس المشكلة في الاتصال، سنعاود الاتصال بك لاحقا. الصحفي أحمد هزاع، شكرا جزيلا لك.